صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم سادتي من الأولين والآخرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء، عليك وعلى أمك الطاهرة فاطمة وعلى أختك الحوراء زينب ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. فيا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فارت النور مقلتي فسالا، فارت النور مقلتي فسالا، فغطى السهل موجه والجبال، وطفى فوقه سفينة وجدي تحمل الهم والأسى. أشكال عصفت في شراعها وهو نار، عصفت في شراعها وهو نار، عاصفات القنا صبايا وشمالا وشمالا. قلت ماذا فسمعت الضوضاء، كل فج كل لحن يهيج الإعوال. قلت ماذا عرى أميم، فقالت جاء عاشور واستهل الهلال. يا لك يا دهر مثلها، لا وربي إنها العثرة التي لن تقال. يا سيم فيها دم النبي سفاكا، ليت شعري من ذا رأى حلالا. ما اكتفت نفر من بنيه أكرم من تحت السماء رفعة وأعلى جلالا. ركبت أظهر الحمام وآلت، لا تعد الحياة إلا وبايا.
اكتفت يعني كربلاء ما اكتفت بالنفوس بذلا الى ان اتبعتها النساء اول الاطفال اصبحت والعدو واصبح يدعو اسحب اليوم للسبا يا أبيا زينب ذهب المانعون عنك فقومي اي واخلع العزة والبس الاغلى مسبية على كل حال يا زينب صوتي باسم من أردت فإن قد أبدناهم جميعا قتايا هذا العدو يخاطب زينب يقلها وكسوناهم الرماح على ثيابا وسقيناهم المنوح وانسجا يا مسبية على كل حال ولي العدو يخاطب زينب بهذا اللسان يقلها أما العزيز حسين يا زينب ذبحنا إذا الشباب عندكم همة تصيحون بونين وأنين مع زينب أما العزيز حسين يا زينب ذبحنا وعمود خدرج بالفضيل شفا قطعنا زينب كيف تتحمل أريد الصوت من الشباب ومن النساء يساعدون زينب هذه الليلة هذا العدو الشامت يخاطب زينب بهذا الخطاب يقلها أما العزيز حسين يا زينب ذبحنا ما شاء الله وعضيت خدرج بالفضيل جفا قطعنا واما الولد الاكبر علي بالخيل دسنا والجاسم العريس نايم فوق التراب والله هذه مواسم الأحزان والآهات حلت الشيعة بالحزين يا هلال عاشور ونصبت مياتم للعزين يا وطلط مصدور هلال المحرم ليش اشوفك كاسف اللون لابس سوادك ليش قلش صار بالكون ون الهلال وصاح سيد الرسل محزون وعالم الكون محزنا والدين مقهور
إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. دعوة القرآن الكريم لعبادة الله الواحد الأحد، وهذه الدعوة مفتوحة مع الأزمنة والأجيال، لأن العبادة لغير الله لا تختصر فقط بالأصنام والأوثان، إنما تتعدى إلى آلهة مخفية في نفوس البشر. فلذا القرآن الكريم يؤكد على عبادة الله الواحد بلا شريك مطلقا، والشريك ربما يكون مخلوق، كما بعض الناس عبدوا أناسا وجعلوها في مصاف الله عز وجل، البعض نصب أوثانا وجعلها لتقربه إلى الله زلفى، فأصبحت هذه الأحجار آلهة بالنسبة إليهم. هذا نوع من الشرك الظاهر، نوع من العبادة المخالفة للحق، هذا موجود وواضح، مر عليه أزمنة وأزمنة. طبعا هناك خطوط مستمرة إلى زماننا هذا، كمن يعبدون الشمس والبقرة والنار والقمر وغير ذلك، يعني موجود إلى يومك هذا في العالم من لهم هذه العبادة الظاهرية. لكن الدعوة القرآنية أوسع وأعم من أن تحصر في قضية هذا النوع من الشرك أو من عبادة غير الله، بل تتعدى حتى عند الموحدين الذين يوحدون بظاهر كلامهم رب العالمين سبحانه وتعالى، ويؤمنون أن الله لا إله إلا هو ولا شريك له، ولكنهم يقعون في فخ الشرك الخفي، ما يسمى بالشرك الخفي. الشرك الخفي أيضا تتعدد أنواعه، مثلا يمكن أن يعبد الإنسان نفسه، ويمكن أن يعبد الإنسان هواه، ويمكن أن يعبد الإنسان ماله، ويمكن أن يعبد الإنسان دنياه، ويمكن أن يعبد الإنسان أو يعبد الإنسان مواقعه ومراكزه، هذه كلها آلهة موجودة، يعني ترى الطمع إله يعبد من دون الله، الحسد إله يعبد من دون الله، الكره إله يعبد من دون الله، العصبية إله يعبد من دون الله، تتعدد الآلهة، فيقع الإنسان الموحد أيضا في أبواب شركية هو غير مدرك إلها، ولذا يسمى الشرك الخفي. الإمام علي سلام الله عليه ينبه الناس، يقول: إياكم من اتباع الهوى، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، والله سبحانه وتعالى هو الحق المطلق، فإذا اتبع الإنسان هواه صد عن الحق المطلق وهو الله أولا، بعدين يصد عن الحق الآخر الموجود لله في الأرض، ولكن أول حق يصد عنه هو الله سبحانه وتعالى. ورأينا من اتبع هواه كيف وقع، كثير من الملوك اتبعوا أهواءهم، وكثير ممن تسلم سدة الخلافة الإسلامية إن كان عند بني أمية أو كان عند بني العباس وقعوا في طاعة وعبادة أهوائهم وهكذا. فإذا الله سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى التوحيد الحقيقي والعبادة الحقيقية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني الذي له المنة عليكم، الذي له الفضل عليكم، الذي تتوالى نعمه عليكم في كل حين، حتى وأنت الآن جالس نعم الله مستمرة، وإذا ارتفعت عناية الله سبحانه وتعالى عن واحد منا لأقل من لحظة ربما ينعدم من هذه الحياة، حتى أنفاسنا التي نتنفسها بعناية الله المستمرة، بحيث تدرك معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، تدرك هذا المعنى،
يعني الآن أنا جالس أتنفس وأنت جالس تتنفس وتنظر وترى، وهيأ الله لك كل الظروف التي من خلالها تجلس وتسمع وترى وتتحرك من خلال تلك الروح التي نفخها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، ولكن هذا المدد وهذا الحول وهذه القوة كلها من الله سبحانه وتعالى. ولذا لا حول ولا قوة لأحد، لا قدرة لا حول لا قوة لأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تشكر الله على النعم تحتاج إلى نعم جديدة من الله لتمدك بالقدرة على شكر الله سبحانه وتعالى. فلذا الدعوة جدا راقية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم، خلقكم وخلق كل الأمم وكل الناس، هو سبحانه وتعالى اللي أرسى هذا الخلق. الآن إذا أراد الإنسان أن يحقق العبودية لله، أول باب للعبودية أنك تأتي تبحث عن مرضات الله، وأول ما يرضي الله سبحانه وتعالى أن يتمسك الإنسان بحبل الله. لله حبل ممدود في هذه الأرض بين السماء والأرض، إن لم يتمسك الإنسان بحبل الله وين يروح؟ يا أيها الذين آمنوا، أو يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآن حبل الله واضح، النبي صلى الله عليه وآله هو الحبل المتين بين السماء والأرض، رسول الله هو حبل الله. ولذا لا يمكن أن يقبل الله من عبد شيئا إلا إذا كان متمسكاً بحبله، وهو رسول الله خاتم الأنبياء إمام الرسل سيد الرسل والأنبياء. إذا تمسك الإنسان بالنبي المصطفى قبل الله منه كل شيء، والتمسك بالنبي يقتضي أيضاً الالتزام بأوامر النبي. وواحدة من أهم الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله أنه قبل 12 ليلة من الليلة 12 يوم وقف نبينا المصطفى في منطقة يقال لها خم، فيها غدير ماء، عرفت تلك الحادثة باسم المنطقة التي حدثت بها حادثة غدير خم. صعد النبي على حواجج الإبل التي جمعت وربطت، وأخذ عليا معه وألقى حجته على الناس: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. رفع يد علي حتى بان بياض إبطيهما وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم دعا له: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. ونزل النبي وأمر أن تنصب خيمة لعلي عليه السلام، وأن يجلس فيها أمير المؤمنين، ويأتي الناس رجالا يبايعون عليا، والنساء يبايعن عليا، ولكن بواسطة، يعني الرجال لا يبايعون إلا مصافحة، النساء لا يجوز أن يصافحن أمير المؤمنين. فوضع طشت من الماء، وضع علي يده، والنساء تضع يدها في الماء وتمضي. بهذه الطريقة أعلنت النساء بيعتها لعلي عليه السلام. وكان الموقف آنذاك من أكبر وأضخم مواسم الحج، 100,000 الذين حشدوا حضروا حج الوداع، يعني بذاك الزمن أكبر موسم هو هذا الموسم، كان بخلاف هذا الزمن اللي صارت الأعداد تتضاعف في زيارة بيت الله الحرام. ذلك الزمن 100,000 من اليمن، من مصر، من الشام، من العراق، من الحجاز، من الجزيرة، كلها اجوا إلى الحج. والطريق من مكة إلى خم طريق واحدة، وفي منطقة خم تتفرق الطرق والسكك إلى المدن والبلدان والأوطان. فهناك نزل آخر مرة الوحي على قلب رسول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. اسمعوا نص الآية وانظروا إلى البعد في هذه الآية وأهمية الموضوع في هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طبعا تهديد قل نظيره في القرآن، فعلا لما تقرأ: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. النبي كم بلغ من رسالة الله؟
23 سنة والنبي يبلغ، 23 سنة والنبي يحارب، 23 عام والنبي يلاحق، تعرض إلى أكثر من 20 محاولة اغتيال نبينا، غير الحصار، احنا عندنا حصار صار في مكة على النبي، الحصار في شعب أبي طالب يعني الحارة اللي يسكنها أبو طالب وبنو هاشم، حصار 3 سنوات من قريش، ما قطعوا عليهم كل شيء، التجارة ممنوعة، الحياة الاجتماعية معهم ممنوعة، الزواج ممنوع، لا يزوجون ولا يتزوجون منهم، ممنوع أن يتعاطوا بالتجارة في مكة، والحال أن مكة آنذاك مركز تجاري لكل الجزيرة العربية، ممنوع. ويومها خديجة صرفت أموالها في سبيل الدعوة، خديجة كانت من أثرياء العرب، فصبت كل أموالها بين يدي رسول الله، أدار النبي الحصار 3 سنوات بأموال خديجة حتى ماتت لا تمتلك درهما ولا دينار. أصلاً هي كم عاشت بعد فك الحصار؟ يعني هي وأبو طالب ما عاشوا أقل من سنة بعد فك الحصار، وبعد ذلك ماتت سلام الله عليها ودفنها رسول الله، ومات أبو طالب ونزل الوحي يقول للنبي أخرج من مكة فقد مات فيها ناصراك. طيب هاي الدعوة، وببداية الدعوة أيضا كم حاولوا أذية النبي، كم حاولوا أذية المسلمين الأوائل الذين هاجروا مع جعفر الطيار إلى الحبشة بقيادة جعفر الطيار، لقال لهم النبي اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وراحوا للحبشة، وكان يمر النبي على بعض المسلمين يتعذبون في حر الرمال والصخور على صدورهم مثل ياسر وسمية، أبو عمار ابن ياسر وأم عمار ابن ياسر، يتعذبان حتى يقولا هبل وهما يقولان أحد أحد فرد صمد، يمر النبي يراهم ماذا يصنع؟ يناديهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. شوف كم تحمل من أجل الرسالة، كم لوحق في مكة، كم رموا على رسول الله سلى النياق وبعض القذارات وهو ساجد في المحراب وهو ساجد في المسجد الحرام، كم وضعوا الأشواك في طريق رسول الله، كم بعثوا الصغارة يرشقون النبي لإسقاطه كرجل، يبعثوا لأطفال يرشقونه بالحجارة بالشارع حتى يسقطون مكانة رسول الله. فتصدى يومها للأمر علي بن أبي طالب وكان ابن 10 سنوات، يعني بعمر هؤلاء الأطفال، شكلا وليس مضمونا، وإذا الإمام علي تولى هؤلاء الأطفال. كم تعذب رسول الله حتى هجر ليلا من مكة متخفيا في غار ثور، ومنها إلى قبا ومن قبا إلى المدينة، وبقي علي بن أبي طالب وكل نساء رسول الله وبنات رسول الله في مكة، والنبي صلى الله عليه وآله أمر عليا، أوكل المهمة لعلي، وعلي آنذاك عمره 23 سنة، أمر النبي عليا أن يتكفل قضية النساء، فأخرج علي الفواطم، فاطمة بنت رسول الله، فاطمة بنت الحمزة أمه، فاطمة بنت أسد، وجاء بهم إلى مجلس قريش وهم جالسين أو جالسون، قال لهم لا تقولوا إن علي بن أبي طالب جبن وخرج في ظلام الليل، الوقت نهار وإني خارج إلى ابن عمي إلى يثرب، ومع الفواطم من ضعينة آل محمد، ومن أحب منكم أن أفري لحمه بدمه فليتفضل. يقول سكتوا كأن على رؤوسهم الطير، وأكمل الإمام علي طريقه. طيب وصلوا إلى المدينة، انتظر النبي عليا في قبة، وهناك لما وصل الإمام علي بعد 6 أيام دخل النبي المدينة، أقام بناء المسجد، وسكن النبي عند أبي أيوب الأنصاري، وبدأت تتشكل دولة آنذاك بقيادة رسول الله. هل سكتت قريش بعد ما هجر المسلمون الأوائل والمهاجرون والنبي؟ لم يستسكت قريش، بدأت تتحضر لضرب المدينة وضرب رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة. فوقعت أول حرب اسمها بدر، بدر الكبرى، كانت الحرب الأولى التي يعبر القرآن عن المسلمين بتعبير عجيب غريب، قال نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة كنتم، هكذا
قليلين، ما عندكم شيء، لا سلاح لا عتاد لك، لا حتى عدد عسكر ما موجود. نصركم الله رغم كل ذلك. 313، شايفين هذا الرقم 313، لبعدين يكونون هؤلاء قادة دولة الإمام المهدي، نفس العدد، هؤلاء أول عدد كانوا في بدر. 313 جلهم لا خبرة عسكرية له، جلهم لم يعهد القتال، ما معهم تجهيزات، لا خيول لا سيوف لا نياق لا شيء. قاد المعركة علي واثنان من بني هاشم، ولما انتهت المعركة وانتصر المسلمون ونصرهم الله ببدر، كان الكلام هكذا، أن العدد الذي قتل من قريش نصفهم بسيف علي بن أبي طالب ونصفهم بسيوف الباقين، وشاركهم علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. فإذا هذه صور عن العذابات التي مر بها النبي، وبعد ما انتهت معركة أحد كذلك وخاضها النبي، وبقي علي الثابت والمدافع وقلب موازين المعركة. معركة خيبر التي عجز الجميع عن فتح خيبر إلا أمير المؤمنين، النبي يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. وقلع أمير المؤمنين حصن خيبر وقتل مرحب الخيبري والحارث الخيبري أيضا. طيب، معركة الخندق اللي اسمها معركة الأحزاب، وهذه من أشرس المعارك التي خيضت بوجه المسلمين. تدري لماذا؟ لأن تجمعت كل الأحزاب باتفاق واحد وكلمة واحدة. أحزاب الجزيرة العربية عندهم أحزاب، قريش أكثر من حزب، تعدد أحزاب، غطفان أكثر من حزب، الجزيرة العربية فيها تعدد أحزاب. سميت معركة الأحزاب لأن الأحزاب اتفقوا رغم كل التناقضات، أو رغم كل التناقضات الموجودة في الاتجاهات الفكرية لهؤلاء الأحزاب، إلا أنهم اجتمعوا على كلمة واحدة، أن يجعلوا يدهم سيف أو يد رجل واحد ويضرب المسلمين في عمق بناء الدولة فتنتهي قضية الإسلام. وفعلا كان الخطر محدق. ليش؟ لأن القائد العسكري اللي انتخبوه على رأس جيش الأحزاب اللي قوام العسكر به 10,000 اسمه عمر بن عبد ود العامري، اسم مرعب في الجزيرة العربية. يعني لا تستهين بالمعركة، مو لأنه مشرك لا نعرف من هو، لا، هو بطل يعادل بألف فارس، يعني ميزانه في الحروب 1,000، يعني إذا عندك جيش قوامه 10 وعمر معاهم يعني 11,000 الجيش. كيف يقيسون الفارس هكذا؟ يعني إذا خاض بألف واحد من الجيش، يعني إذا خلوا له الأمام 1,000 يستطيع أن يقتلهم وينفذ من بينهم، هذا يعادل بألف فارس. عمر بن عبد ود العامري قريش تتفاخر به في الجزيرة العربية. هذا لما وصل النبي حافر له خندق، يا جماعة مو 4 أمتار و5 أمتار، أنت شايف الأحصنة الخيول اليوم بيسووا لها بعض الأماكن اللي تقفز به الخيل، يقفز يعني يستطيع يشيل 5 و6 أمتار. النبي حفر خندقا بالأذرع يقاس بمساحة كبيرة جدا والعمق كبير جدا، حفره حول المدينة. أيام وأيام بقى المسلمون يحفرون الخندق بأمر من النبي، والنبي كان يعينهم، يعني خندق لا يمكن لأي فارس عادي أن يجتازه. عمر بن عبد ود العامري مع 4 من قيادي الجيش، يا جماعة، استطاعوا أن يركضوا بخيولهم ويقفزوا قفزة الفروسية والفارس من أول حافة الخندق، يقفزوا ويجتازوا الخندق ويصبحوا في ساحة المسلمين، أبداً بين المسلمين. النبي جالس، المسلمون حول النبي، اسم عمر أقول لك مرعب مخيف، ها؟ استطاعوا أن يصبحوا في ساحة المسلمين، وعمر صار ينادي: هل من مبارز؟ ألا تزعمون أن قتلاكم إلى الجنة وقتلانا إلى النار؟ يلا تعالوا لأرسلكم واحدا تلو الآخر إلى الجنة. يعبر القرآن الكريم عن الحالة النفسية لدى المسلمين أنه وصلت أنفسهم إلى حناجرهم من الخوف. القرآن يعبر، مو أنا، يقول المسلمون
هناك هناك صارت أرواحهم في حناجرهم، كادت أن تخرج أرواحهم من الخوف. النبي التفت لهم قال: من يبرز لعمر وأضمن له على الله الجنة؟ بس الإمام علي، عمره 23 سنة، وهذا تاريخ المسلمين كل شاهد، 23 سنة، يقول: لا أنا يا رسول الله. وثلاث مرات النبي يعيد القضية ويبرز الإمام علي، يعطيه النبي سيف ذي الفقار ويعطيه درعة، ويبرز أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى عمر بن عبد ود العامري. ينظر عمر إليه يسأل: من هذا الفتى؟ شاب صغير، واضح عليه ملامحه، شاب في أول عمره. من هذا الفتى؟ من أنت يا فتى؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: ألم يخف عليك ابن عمك من سيفي؟ أرسلك إلي، يعني مفرط فيك ابن عمك، أرسل إلي شاب مثلك، لا خبرة لا تدريب، لا أتعرف أنت بوجه من تقف؟ قال: اسمع يا عمر، سمعت عنك أنك كنت متعلقا يوما بأستار الكعبة، وكنت تقول: ما دعيت إلى ثلاث إلا وأجبت واحدة. قال: نعم. قال: يا عمر، أدعوك إلى الإسلام. قال: لحفر الآبار بالإبر أهون علي من هذا. قال: أدعوك أن تعود من حيث أتيت. قال: أو تريد أن تسخر مني قريش حتى تقول جبنا؟ عمر بن عبد ود قال: أدعوك إلى القتال. عمر هنا قال: أنا لا أحب أن أهريق دمك، لأن القضية منتهية عندي، أنا مجرد ما أستل سيفي أنت انتهيت يا علي بن أبي طالب، فأنا لا أحب أن أهريق دمك، أنت شاب في مقتبل العمر، ارجع. الإمام علي قال: ولكني أحب أن أهريق دمك. غضب عمر. الإمام علي راجل، راجل تعرف يعني مو راكب على فرس، على رجليه، وعمر راكب نزل من على فرسه، لأن أيضا هاي مبادئ حرب عندهم، يعني فارس بقوة عمر ما يقاتل علي وهو على خيله وعلي راجل، هذا عيب بالموازنات والآداب العسكرية ما يصير. نزل من على فرسه، أخذ السيف بحركة فيها تهويل نفسي على الإمام علي، ضرب قوائم الفرس. قوائم الفرس تعرفون، اقرأ اقرأ عن تركيبة قوائم الفرس، عضلات وأعصاب وعظام، لأن هذا فرس القرآن يعبر عنه: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. هذا الخيل، هاي كلها عن صفات الخيل. فضرب قوائم الفرس بسيفه فوقع الفرس على الأرض، يريد يخوف الإمام علي. يقول: وابتدأت المعركة، هذا التاريخ الآن ينقل هالصورة، وارتفعت الغبرة، ما عاد لا أصحاب عمر يرون ولا أصحاب علي والمسلمون يرون شيء، غبرة وعاج الدنيا وما أحد يرى شيء. يقولون: من جلت الغبرة إلا عن مشهد عمر بن عبد ود العامري نائم على الأرض، وأمير المؤمنين فوقه رافع السيف يريد أن يضربه. ثم مشى أمير المؤمنين قليلا وعاد رفع السيف وضرب عمر ضربة قال عنها رسول الله: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين إلى يوم القيامة. وكفى الله المؤمنين شنو؟ شر القتال أو القتال، قفاهم الله، هزم الأحزاب علي بن أبي طالب بهذه الضربة. لذا قال عنها رسول الله: أفضل من عبادة الثقلين إلى يوم القيامة. وبعد لما برز الإمام علي، النبي رفع يديه إلى الله وقال: اللهم إن شئت أن تعبد، إذا أنت تريد أنك تعبد وينتشر دينك في الأرض، فانصر علي بن أبي طالب، لأن كل المسألة متوقفة على هذا الشاب. هؤلاء راح تطلع أرواحهم من الخوف، ما عاد عندنا إلا هذا الشاب حتى ينصر دينك، إن شئت أن تعبد فانصر علي. لذا لما برز الإمام علي عبر النبي هذا التعبير الكبير، قال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. شوف، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. هذه مسألة ليست سهلة. وهكذا استمرت العذابات والأذى على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله 23 سنة. النبي لم يرتح أبداً، ما ارتاح أبداً من العذابات والآلام والأذى. ويقول: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. تعرفون عنا أنبياء نشروا بالمناشير، بني إسرائيل كانوا يجيبوا نبي من الأنبياء باليوم والليلة
يقتلون 100 نبي بني إسرائيل، يجيبون نبي يفرغون شجرة ويجعلون النبي داخل جذع الشجرة، ويجيبون بالنهار مناشير ينشرون الشجرة وينشر النبي داخل الشجرة، ينشرونهم بالمناشير ويقرضونهم بالمقاريض. هكذا صنع بنو إسرائيل بالأنبياء، وهكذا صنع بيحيى عليه السلام ابن زكريا الذي أخذ رأسه وطيف برأسه وأهدي إلى بغي من بغايا الشام آنذاك. إذن النبي بعد ذلك يقول لا لا، ما أوذي نبي، 124,000 نبي. يابا إبراهيم كبوا بالنار، موسى عليه السلام لوحق، وهكذا يقول أبدا، ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. من أجل ماذا؟ تبليغ الرسالة. آخر يوم ينزل الوحي يقول لبلغ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن ألا ترى أهمية الموضوع أمام حجم الرسالة؟ ألا ترى أهمية هذا البلاغ أمام عظمة ما جاهد به رسول الله والشهداء والمسلمون الأوائل والذين تركوا بلادهم وهاجروا في سبيل الله؟ يقول اليوم مقابل كل هاي السنوات. شنو اليوم؟ النبي جمع الناس قال أيها الناس اليوم عندي بلاغ. ما هو البلاغ؟ علي أنصبه أو أنصب عليا عليكم إماما، اللهم والي من والى علي، وانصر من نصر علي، واخذل من خذل علي، وأحب من أحب علي. الله أكبر. وأدر الحق معه حيثما دار. إذن هو الباب بعد رسول الله. إذن قضية الغدير ليست قضية ثانوية، والتعيد بيوم الغدير ليس تعيدا فقط بعنوان الفرح والحلويات. التعيد بيوم الغدير هو مبنى عقائدي، وهو مبنى معرفي، ومبنى إيماني. ومن لم يتعيد بالغدير لا يستطيع أن يفهم عاشوراء، لأن عاشوراء، شايفين عاشوراء؟ ما أطيل عليكم، عاشوراء كلها اللي تقام الآن في كل أصقاع الأرض. اليوم أعلام الحسين ترتفع في كل العالم، لا تبقى بقعة إلا وترتفع بها راية الحسين. حتى الملائكة تنشر قميص أبي عبد الله بالسماء فيغلب الحزن على أهل الأرض. اليوم يوم العزاء في كل العالم، شايف عاشوراء وضخامتها وقوتها ومجدها، ونقول بها حفظ الدين. كل عاشوراء وكربلاء الحسين مفردة، مفردة في سلسلة الغدير، حلقة في سلسلة الغدير. الأساس الغدير. كربلاء شهداء الحسين وشهداء كربلاء هم شهداء الولاية. فاطمة الزهراء أول شهيدة في درب الولاية، أول من استشهد من أجل الولاية فاطمة اللي ماتت مظلومة مقهورة. الحسن استشهد من أجل الولاية، الحسين حوصر ليسلبوا منه هذا الحق جهارا اعترافا، رفض الحسين، وعند ذلك حاصروه إما القتل وإما البيعة. فعبر عن بيعة هؤلاء بالسلة وقال ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. أحسن، أحسن. الله يبارك فيك. أحسنتم. فإذن عاشوراء هي شهداؤها شهداء الغدير والولاية. فهذا اليوم هو يوم الحق، وتنصيب الإمام علي هو الطريق الوحيد إلى الله. فلما يقول الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، عبادة الله عز وجل تقتضي إطاعة أولي الأمر، إطاعة النبي ومن نصبهم النبي. ولذا بزيارة قل للإمام علي السلام عليك يا باب الله الذي منه يؤتى، للحسن السلام عليك يا باب الله، للحسين السلام عليك يا باب الله، لكل الأئمة لأنهم أبواب الله. ولما نأتي إلى صاحب الزمان نقول السلام عليك يا شريك القرآن، شايف هاي الكلمة؟ السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا مظهر العدل والإيمان. هكذا نتعاطى معهم
هم أبواب الله سبحانه وتعالى. هكذا نتعاطى مع هذه العقيدة السليمة، فإذا عبادة الله عز وجل لها طريق وباب: الالتزام بأوامر الله وإطاعة أولي الأمر، وأولياء الأمر هم محمد صلى الله عليه وآله، علي طبعا وفاطمة، علي عليه السلام والحسن عليه السلام والحسين والأئمة من ذرية الحسين. لذا التأكيد على عاشوراء وإقامة عاشوراء هو نصرة للغدير. الشاعر ماذا يقول؟ يقول: كل غدر وقول إفك وزوري هو فرع عن جحد نصل الغديري، فتبصر تبصر هداك إلى الرشد، فليس الأعمى بها كالبصير. هذه هي الصورة الحقيقية للعبادة الصحيحة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى. لذا الحسين بكربلاء أول ما سأل الجماعة قال لهم: على ما تقاتلون؟ جيبوا لي مبرر لقتالكم لي. على حق تركته، على سنة بدلتها، على شريعة غيرتها؟ قالوا: بل نقاتلك بغضا منا لأبيك. هنا المحور، رجاء افهم وين راحت القضايا. الحسين متقصد أن يستظهر لكم نيات هؤلاء القوم، يستظهر نياتهم الخبيثة. يا بلاش تقاتلون الحسين ابن علي، قصر بحق الله، بدل شريعة، غير سنة، تلاعب بالدين، تلاعب بالتأويل بالقرآن، قولوا ليش تقاتلون؟ قالوا: لا كل هذا ما يعنينا، احنا إلنا ثار عند أبيك علي لقتل أشياخنا ببدر وأحد وحنين، هناك نقاتلك بغضا منا لأبيك علي. الله أكبر. ولذا إذا هل هلال المحرم يا جماعة نصب أهل البيت العزاء لما فيه نصرة لهذا الخط وهذا الدين وهذه الولاية. وهذه الأيام أيام أنين وأيام بكاء وأيام عزاء. وهاي الإمام الصادق يقول لكم فيها: اللهم ارحم تلك الصرخة اللي كانت لأبي عبد الله الحسين، واللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس في سبيل أبي عبد الله الحسين. هنيئا لكم هذه الليالي المباركة، وهنيئا لكم عندما تصيحون في كل ليلة يا حسين، لأن زينب بكربلة صاحت يا حسين. مو يقولون وقفت على التل يوم العاشر لما هجمت الخيل على الخيام وأحرقوا الخيام، نادت: حسين يا حسين، حسين يا حسين، يا ابن أمي يا حسين، يا حبيب يا حسين، أخي إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. هذه الخيل قد هجمت علينا. تقول الرواية بأن حميد ابن مسلم يقول: رأيت امرأة متحيرة واقفة بباب خيمة والنار تشتعل في تلك الخيمة، دنوت منها قلت: أمة الله اهرب النار النار. قال: كأنها لم تسمعني أو سمعتني ولم تأبه بكلامي. دنوت منها قلت: أمة الله النار قريبة من ثيابك، أهربي أهربي. نظرت إلي وقالت: يا شيخ إن لي مريض داخل الخيمة. يقول: أعنتها وإذا زين العابدين داخل خيمة تحترق، أويلي على قلبها. والله زينب احتارت يوم شبوا بالخيم نار، طلعن وياها الحريم صغار وكبار، تصرخ بعال الصوت: طايح وين يا حسين؟ خدر انهتك وانت غياثل المستغيثين، عجل تركنا تهتك اخويا النساوي، اي عجل ادركنا تهتكت خويا النساء. ويا
يقول حميد بن مسلم: رأيت طفلة صغيرة تركض والنار قد اشتعلت فعلا بأذيالها، لحقتها لأخمد عنها النار، وإذا بها خافت وركضت أمامي تظن بأني أريد ضربها أو سلبها، إلى أن سقطت على وجهها دنوت منها أطفأت عنها النار. نظرت إلي وقالت: يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قلت: بلى. قالت: قرأت قول الله عز وجل: وأما اليتيم فلا تقهر. قلت: نعم. قالت: يا شيخ لا تضربني فأنا يتيمة الحسين. والله يتيم هضيمة يا والدي، والله هضيمة. إلك 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 إلك. والله هضيمة هضيمة، أنا صير من زغري يتيمة. أي أثار الأب يا ناس، يلا إذا وحدة يتيمة وفاقدة أباها، بالله عليكم سكتوها يا النساء. ويا لأثار الأبو يا ناس خيمة. والله خيمة خيمة، يفي على بناته وحريمة. نعم هكذا، إلى أن نظرت إليه قالت: ألنا أم علينا؟ قال: لست لكم ولست عليكم، إنما أوكل إلي عمر بن سعد أن لست معكم ولست عليكم، إنما جئت لأخمد عنك النار. قالت: يا شيخ هل تعرف طريق الغري؟ قلت: نعم. وماذا تريدين؟ قالت: إن عمتي زينب حدثتنا بأنه في الغري قبر لأبينا لجدنا علي، أريد أن أشكو إليه حالنا. الله أكبر. وينك يا علي وينك؟ انهض واطلب بديئنك، ذبحوا يا علي حسينك، وسلبه وحلل نسوانه وحرقه وكل صواوينه. قبرك يا علي لماك وعيونك الليلة تنام، بناتك صايرة بشدة عليها داير الظلام. اي والله زينب جمعت كل يتام حسين، وجمعت زينب الأيتام، وفقدت من يتام حسين، وقامت تصفج الجفين وتدور على الطفلة بالوادي وميادين. شافت من بعد فارس لعب صوب الخيم مجبل، قامت زينب تسأله ومنها الدمع قام يهل. يا فارس ما شفت طفلة ومنها القلب متوجل؟ قال لها: سمعتونين يا زينب بالمعارة الحين، روح الجسم اخوك حسين اظن هناك تلقيها. والفارس بكت عينه. من سمعت حكي الخيال زينب ركضت بهمة، تصيح بصوت: وين انتي يا بعد الروح يا عمة؟ وسمعت من بعد أنا وطفلة حاكي باليمة، تقل بعدت خيمي ولحد من هلي يمي، أريد أرجع لعند أمي، ما تنهض توديني لعند أمي يا أبو سكينة. لكن الحسين ما استجاب لها، صارت تخاطب أباها تقل له: يا أبو يظلم علي الليل ومن خوف انخطف لوني، واهلي صاروا بعيدين ما ظن بعد يلفوني. سمعت زينب وصاحت: لا تخافين يا عيوني. قامت حنت عليها تلوذ من الوجل بيها، وعمتها تحاجيها تقلها: شو وصلك لهنا وندور تخلينا؟
يلا اسمع الآن الجواب من الطفلة لزينب. قلها يا عم الخيل من هجمات وأبويا حرقة وخيمة، أعلى وجه من الخيم فريت من الخوف يا عم. اجيت لقيت أبويا حسين نايم لكن بلا راس، اجيت لقيت أبويا حسين نايم وقعدت يمه، يا عم وجن علي الليل وانشبن الوجل والويل من أسمع صهيل الخيل، ألوذ بجنب أبويا حسين واتمدد على يمينه. حسين يا حسين، حسين يا يلا نساء رجال حسين، هاي معوض حسين. إلك مشتاق يا عاشور. الله أكبر، هاي ليلة اشتياق، هاي ليالي أولى من ليالي محرم. ها إلك مشتاق يا عاشور وترقاب إلك كل يوم، أريد على الصدر الطوم وريد ابكي على المظلوم، واولي على المظلوم، واولي على المظلوم، يلا جميعا، واولي على المظلوم، واولي على المظلوم. إلك مشتاق يا عاشور وترقاب إلك كل يوم، أريد الطوم على صدري وريد أبكي على المظلوم، واويلي على المظلوم، واويلي على المظلوم. على قوتي ادري انا وياك، على قوتي ادري انا وياك، صار لها العلاقة سنين من صغري وعلى الدنيا اول ما فتحت العين اشوف امي تون تصيح عالعباس ويا حسين، اشوف امي تون تصيح عالعباس ويا حسين، ومن ما تام يا ما تام تاخذني بدمع مسجوم. حسينا وحسينا غريبا وغريبا، ظل جاهد من بعد عينك وناضيل وناضيل ولصيرا سور لعيالك، خويا وناضيل
وناضل يا وسفة تموت يا ابن أمي وناضل 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 غريبة ميسرة بين أهل أمية غريبة ميسرة بين أهل أمية المصائب اللي نزلت على قلب زينب يبقى مصاب صعب على قلبها وهي لما خرجت من كربلاء وصارت تخاطب أمها الزهراء تقلها يا يما يا الزهراء راحوا بني هاشم خويا البطل عباس يم النهار نايم يا الزهرة وحولي هاشم خويا البطل عباس يم النهار نايم ومقطع جفوفة وجاسم بلا حوفة والأكبر مقطع ويسبون للكوفة يا يما يا يما يا يما صيح حبيبي يا يما يا يما اسمع يا يما شردة احجي عن حالة ايتامي كل ما يتم تصيح ضربوها جدامي يا شرد احجي عن حالة ايتامي كل ما يتم تصيح ضربوها جدامي وراس الولي مرفوع ومخضب ودامي وراس الولي مرفوع ومخضب ودامي وهذا على السجاد شفنا مجتوفة يا يما يا يما يا يما يا يا يما يا هنيئا لكم هاي الليالي. هذا الخطاب المن لأمها الزهراء. تعال 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 نسمع خطاب زينب وين مع أبيها علي. شو تقول عن كربلاء؟ تقول له هذا راس وهاي ايد وهاي عين وهذا عباسك بلا راس وإيدي عين هذا الحسين أين المنادي وحسينا بعد بعيد وحسينا وسيدا هاي الليلة قميص الحسين ينشر في السماء هاي الليلة فاطمة محزونة هاي الليلة إذا فاطمة حاضرة في المجالس شو تصيح يا شيعة تصيح وين اللي يساعدني يا شيعة على ابن حسين هل حزوا هل ذبحة ورضيعة أنا وين اللي يساعدني بدمعته على ابن الذي حز ورقبته وظلت اي والله يا ابا عبد الله وظلت ثلاث ايام جثة ثلاث ايام اليوم اذا تسمعون باي نعي باي مسجد على اي مئذنة في اي قرية ايها الناس انتقل الى رحمة الله تعالى فلان ويكون الدفن في الساعة الفلانية ونرجو حضور المؤمنين مو هكذا نسمع لكن الحسين بقي مكبوبا على رمضاء كربلاء ثلاثة ايام لهفي على ابي عبد الله تقل الزهراء يما أفطر وحدي بالليل لأن حضرت بكربلاء تقل يما أفطر وحدي بالليل وامشي على الجدم قوة أشوفك وذر فوق القاع قطع قطع يعني وذر يعني قطع أشوفك قطع فوق القاع أقول أن هو مو هو
وش عند الشمر وياي هيج بمنحرك سوى أنا شم سويت لا مدري وبيادين يطلبني تقول لي يا ابني فرشت عبايتي على القاع يوم العاشر بعاشور لا كفن لا شباب يحملونه لا راس على الجسد كلما رفعوا عضوا سقط عضو لأنهم قطعوا أصار قطعوا أوصال الحسين تقول لي فرشت عبايتي على القاع يوم العاشر بعاشور قلت يا ابني ألم جسمك لقيتش كم ضلع مكسور يما لقيت شوية من شبدك هذا الكبد الذي خرج مع ذلك السهم المثلف تقول له يما لقيت شوية من شبدك لقيت الخنصر المبتور ولقيت على الشريعة جفوف والعباس شيبني بعد شافت شيء الزهراء تقول لي يا ابني رحت يا ابني على صوب القوم قلت اعتب على العدواء شفت يا زهراء تقول لي رحت يا ابني على صوب القوم وقلت اعتب على العدواء باوعت على رجل الخيل الخيل قميصك بالحوافر جان رسالتنا إليهم ونصيح حسين ما شاء الله حرارة قوية في قلوبكم هنيئا لكم اسمعوني هنيئا يا أبناء علي بن الحسن والزين يا أبناء الحق ويا أبناء الإمام السيد موسى الصدر الذي زرعكم بهذه الزراعة الحسينية الطيبة هاي القلوب المليئة بالحرارة لحب الحسين هنيئا لكم هذه الليلة ليلة مباركة إن شاء الله الليالي القادمة أسأل الله أن يعيننا على إحياء هذه الليالي طيلة هذه الليالي المباركة بحضوركم حضور الأحبة الوجوه أهل العلم الفضلاء الخدام الحسين الموجودين جميعا معنا الذين يخدمون الحسين في كل مكان توجهوا إلى الله بقلوبكم لا تقوموا لا تروحوا خلينا نقرأ دعاء الليلة دعاء الفرج بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي اقرأ اقرأ معي يا محمد يا علي يا محمد
اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اشفي كل مريض، من أوصاني بالدعاء لشفاء مريضه، من أرسل إلي رسالة، من أعطاني ورقة، اللهم من على جميع المرضى وأصحاب الحوائج بالشف بالقضاء وشفاء المرضى. اللهم فك أسرانا، رد علينا سماحة الإمام المغيب القائد السيد موسى الصدر وأخويه سالمين معافين يا الله. اللهم احفظ علمائي الحاضرين، سادتي خدمة الحسين، أهلي المنظمين لهذه المجالس، إخواني في حركة أمل، إخواني في كل مكان، الداعمين والباذلين. اللهم ارحم أمواتهم واشفي مرضاهم واقضي حوائجهم، وابعث إلى أرواح أمواتنا والشهداء سيما من أوصاني على شفاء مريضه وجميع المرضى، وهاي الأوراق عندي. إلهي من على الجميع بالشفاء، ما ننسى الشباب اللي ما عندهم ذرية، اللهم بحق ذرية الزهراء من عليهم بذرية صالحة يا الله. إلى أرواح شهدائنا عامة، شهداء أفواج المقاومة اللبنانية أمل، وجميع الشهداء، رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل